مرحبا بكم في إليس انتيريورز. اليوم جيت نقدم لكم لان دو نو ديرنيغ كرياسيون ديال صالون ماروكان. سي اون كومبينيزون دو كولور اي دو ماتيريال بور فير ريسورتير لا بوتي ديال صالون ماروكان. انا شوازي بور سو صالون لو ميلونج دو تيسيو سيتام بروكار برودي افيك لو فيلو. هاد لو صالون ماروكان ان لو بوا ماسيف تام بوا نوي لي جمعنا فيه بين الاصاله والمعاصره في لا فورم جيومتريك ديالو. وبيان سور ما نساوش لي ريدو اللي تيكونوا الجماليه ديال لو صالون ماروكان. حنايا اخترنا ان ستور باتو افيك دي بانو ديكوراتيف اللي خدمناهم بلا باس مونتري على لا مون. سي اون كومبينيزون دو كولور اي دو ماتيريال بروكار برودي اي لو فيلو. ودخلنا عليه اون بتيت توش بور ريسورتير لا بوتي دو صالون ماروكان. بيان سور ما نساوش لا باس مونتري اللي هي مهمه في اي صالون ماروكان. Après le choix de tissu et de couleur, Elise Interiors vous propose la conception 3D. Parce qu'on carbone les clients, le salon dialogue qui va se réconner. On a un large choix de tissus marocains. Donc, on a un large choix de tissus. Le salon marocain, c'est une pièce indispensable et d'art maghrébien. Notre objectif est de satisfaire tous les goûts et tous les budgets, bien sûr. يا عشاق الفخامه والذوق العفي، ما عليكم غير تزوروا إليس انتيريورز. اليوم غادي نديروا جوله في عالم الاثاث العصري والديكورات الحديثه الفخمه. اجيو تكتشفوا معنا احدث الافكار والتصاميم الرائعه. إليس انتيريورز كتقدم لكم تشكيله رائعه من الصالونات الرفيعه والفخمه. عندنا دي سالون دامبورطاسيون، دي تابل باس، دي تابي، دي سالا مونجي، لومينير، لي سالون سور ميزور اللي كنخدموهم بجوده عاليه. ما نساوش لي زابياج ميغو اللي كنخدموهم سور ميزور على حسب المساحه ديالكم اللي كيعطيو واحد الجماليه واحد الدفء لا بيس ديالكم. عند إليس انتيريورز فريق عمل ذو خبره طويله في مجال فن ديكور الداخل، من مهندسي ومصممي الديكور في كل ما كيتعلق تجهيز المنزل ديالكم، من الفكره على كونسيبسيون 3D حتى الميزون بلاس. اهم حاجه عندنا هي ارضاء جميع زبنائنا. ما تنساوش تجيو تزورو الشوروم ديالنا اللي متواجد في مدينه طنجه، شارع عمر بن الخطاب قرب جامع بدر، باش تستافدوا من العروض الحصريه والخدمات المتميزه. يا عشاق الفخامه والذوق العفي، ما عليكم غير تزورو إليس انتيريورز. اليوم غادي نديرو جوله في عالم الاثاث العصري والديكورات الحديثه الفخمه. اجيو تكتشفوا معنا احدث الافكار والتصاميم الرائعه. إليس انتيريورز كتقدم لكم تشكيله رائعه من الصالونات الرفيعه والفخمه. عندنا دي سالون دامبورطاسيون، دي تابل باس، دي تابي، لي سالا مونجي، لومينير، لي سالون سور ميزور اللي كنخدموهم بجوده عاليه. ما نساوش لي زابياج ميغو اللي كنخدموهم سور ميزور على حسب المساحه ديالكم اللي كيعطيو واحد الجماليه واحد الدفء لا بيس ديالكم. عند إليس انتيريورز فريق عمل ذو خبره طويله في مجال فن ديكور الداخل، من مهندسي ومصممي الديكور في كل ما كيتعلق تجهيز المنزل ديالكم، من الفكره على كونسيبسيون 3D حتى الميزون بلاس. اهم حاجه عندنا هي ارضاء جميع زبنائنا. ما تنساوش تجيو تزورو الشوروم ديالنا اللي متواجد في مدينه طنجه، شارع عمر بن الخطاب قرب جامع بدر، باش تستافدوا من العروض الحصريه والخدمات المتميزه. هلا سمعت القلب حين دعاك معاك، وتلهف الوجدان نحو لقاك. هل يا ترى قيد اللئيم مجرع في معصميك شروره وأساك؟ هل أوجعتك قيودهم؟ يا ويحهم، تبا وتبا للذي آذاك. يا عمرو يا ابن الأكرمين، تظل في قلبي تصبرني فلا أنساك. السلام عليكم. الرحله ديالي في الدومين ديال الديكور والاثاث بدات هذه 10 سنين، المده اللي واجهت فيها بزاف ديال التحديات والصعوبات، ولكن هذا الشيء الحمد لله ما كانش عائق. من خلال الخدمه النقيه اللي كنديروها، كل حب وعطاء وفضل ليكيب المبدعه اللي خلات الناس يثقوا فينا وعطاونا دافع كبير باش نكونوا معكم، وتمكننا الحمد لله من تاسيس يوبيتيس اللي حققنا فيها بزاف ديال المتمنيات، ومازال الخير القدام ان شاء الله. اليوم بغيت نشارك معكم هذه القصه باش نحفزكم ونبين لكم بلي راه حتى شي حاجه ما كتجي بالسهل، خاصك تخدم وتضرب تماره وتنوض في الصباح وتوكل على الله، وما تنساوش بلي راه اليقين في الله والصبر والمثابره هي نبدا من المبادئ الاساسيه اللي يمكن توصلكم كاع داكشي اللي بغيتو. اي واحد شاف هذا الفيديو كنقول له شوف ما طيحش لاكارت
وخليكم مستمر في الحياة، وإن شاء الله ما يكون غير خير، والله يجيب تيسير للجميع. تبارك الله عليكم. بدونك هذه الحياة فراغ، ووحدك من يستحق الحياة. فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة. سريت بروحي فيا سعد روحي، وكان هواك بدوني أنا. على كل شيء رأيت وجودك حتى على بسمات الشفاء. بدونك هذه الحياة فراغ، ووحدك من يستحق الحياة. فلطفك إني أتيتك قلبا مضيعا ويسأل حبل النجاة. وفي الماء لما أردت الشراب، وفي الزهر لما تنام شذا، وفي الشمس حين أضاءت جمالا، وفي البدر حين أنار دجا، وفي الروض حين تفتح ثغرا وماس النظير به والمياه، وغردت الطير تغريد حب وراحت تغني أغاني الحياة. رأيتك نورا مبينا أزاح الحجاب أنار طريق السرى. وفي الأفق حين تلاقى الغمام وجاد بهطل يروي الفلا. هلا سمعت القلب حين دعاك، وتلهف الوجدان نحو لقاك. هل يا ترى قيد اللئيم مجرع في معصميك شروره وأساك؟ هل أوجعتك قيودهم يا ويحهم؟ تبا وتبا للذي آذاك. يا عمرو يا ابن الأكرمين، تظل في قلبي تصبرني فلا أنساك.